سريع جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العصاره شغاله والريحه طالعه. في ريحه هو بيشم. خدوا بالكم فبيجي رايح، احنا عندنا الخشب واللحاق الانابيب بتاعته، في حد بياخد الغذاء من تحت يطلعه فوق، وفي حد بياخد الايه؟ الغذاء اللي تم تصويره في الورقه ووزعه على المكان الايه؟ التخزين. مكان السمره انا عندي بوز. لذلك في المرحله الاولانيه من النباتات او من النبات اللي انا هربيه بيشتغل السكر. ليه؟ الشغل الزيتات ليه في المرحله الاولانيه من النباتات؟ بس انا عايز مجموع خضر، حفز الميمونة، عايز مجموع ايه؟ خضر، عشان اكون نبات صح عشان اللي جاي. المرحله الثانيه اللي هي مرحله الازهار او التسهيل والعج، عايز كالسيوم وبوتاسيوم. كالسيوم وبوتاسيوم، البوتاسيوم ده بيسموه تاكس النبات، البوتاسيوم ده بيسموه تاكس النبات. اللي جاهز يا عم وافي في مصنع الورقه بيجي واخده البوتاسيوم وديه مع مصنع الايه؟ عايز عسكر المرور. ان كان دفتايه، ان كان جزرايه، ان كان كوز ذره، ان كان بطاطايه، ان كان تفاحه، ياخد بسرعه. ولذلك البوتاسيوم مهم جدا، حطه من قبل التزهير لحد الايه؟ لحد العقد. غير ان هو بيجمل الثمره، بيحملها تخزين، بيحملها التداول، الكلام ده كله. بمناسبه التخزين، الساعه كام؟ مطول ولا ايه؟ بمناسبه التخزين الساعة 11 ونص. بمناسبة التخزين، في علوم الاجتماع بتوع علوم التخزين، بالنسبة لتخزين الخضار والفاكهة في الثلاجات، لازم يخزن طماطم مع الموز. الطماطم دي الثمرة لما تشيلها من على أبوها بتتنفس بسرعة جدا في عمليات الفقد، بتبقى فيها عالية. ليه الغاية؟ ليه؟ بتفقد السليب، عمال تطلع سليب. الموز عازله صفار، لا مش بيعملها في الموز بس، ده بيعملها في البرتقال. جماعه اللي شغالين في اللي قاعدين في الصحراء بيدي رش سليب على البرتقال، يديله صفار من بره، عايز ينزل في السوق بدري وياخد سعر جامد، فبرش ايه؟ سليب. فتروح تشتري البرتقال، يا عم هتلاقي البرتقال، البرتقال نازل وبتاع، تلاقي البرتقال ب 7 جنيه و8 جنيه في مسز، لانه لسه ما استواش. فالسيلين النهارده بيطلع من الطماطم، يتخزن مع الطماطم، يتخزن مع الموز، يطلع من هنا يخش هنا. في نقطه مهمه جدا برضه بالنسبه للمحفزات النمو، اللي هو الجبلي، اسمع عنه. ايوه الجبلي ده بتاع ايه؟ ده منظم نمو، منظم نمو، منظم نمو، محفز النمو. التبليك ده برضه عشان هو ينزل العنب بدري، هو بتاع ضرب العين. ايوه ضرب العين بسرعه، عايز ينزل العنب بدري برضه، فبيجي ضارب ايه؟ التبليك ده يشغل العصاره، وخلي العصاره شغاله والدنيا شغاله وبتاع والكلام ده كله، فيجي ينزل لك العنب بدري. ومناسبه العنب ينزل لك العنب بدري برضه، وسعره ما يخش استوى. ومناسبه العنب الفار بيروح على عنقود العنب، بعد ما بتغذى البوق بيجي يقطع الحامل نفسه بتاع البوق. طبعا غبي، عنده غباء يعني. ده بالنسبه للعلم، احنا اتكلمنا عن الفول نفس القصه، والبسله بيفتح جار ويتغذى برضه ايه؟ ويتغذى برضه عليه. المهم حته المحفزات النمو ديت هي لها محاسيب، بس انا طبعا من الشعوب كله بيحط بزياده الدنيا ما بقتش عندنا بطيخ، ففضل عندنا اللي ما خدناش فيه المحاصيل، خدناها لا في لسه محاصيل ما خدناهاش. المهم حته ان الحشره او الفار بروح عند المنطقه اللي هي النموات الحديثه ديت، على اساس بيبقى فيها عمليه تمثيل غذائي عاليه، والسكر ريحته ظاهره، والكربوهيدرات حاصله. ولذلك احنا زمان كنا في الجاليه العجوزه اللي زي كنا بناكل السنبله بتاعت الجنب، كنا بنسوقها كده. ايوه نشوها وبعدين ناكلوها، دي في الطور العجين كان بيبقى طعمها لذيذ. ليه؟ لان كانت لسه تحت الاستواء، فالسكريات عاليه والكربوهيدرات عاليه والكلام ده كله. فالفار ذكي جدا بالنسبه للقصه دي. فاضل ايه بالنسبه يبقى احنا النهارده بالنسبه للحملات عندنا حبه من 6 شهور بتشتغل فوسفيت، باجي دلوقتي الفوسفيت مع اللي هي باكومين، لان فيه بقى فيه تناسبات جامده بالنسبه للي هي بتاعت الارض الزراعيه والكلام ده كله. عندنا رقمين بيتم استخدامهم مع صيد قايمه،
واخدين بالكم؟ عندنا الفوسيل بيتم استخدامه وال بالنسبه لمعاد الزراعه، معاد الزراعه مهم جدا جدا بالنسبه لمكافحه القوارض. الاستاذ خالد زرع القمح التزق 15 هرمش. استاذ وافي زرع 15 هرمش. زرع 25 واحد بقى يقول لك انا اسرع بدري لان كل 100 بدري ما بيبص ايه في بدري. فواحد صاحبنا زرع مثلا 20 10 محمد ابو سيد مثلا زرع 10 في حد برضه هيسرع. شوف كم معاد سرعه يبقى في كم معاد حصاد. يبقى الفار هيطلع من هنا يخش هنا. فمعاد الزراعه ما بيبقى موحد. اذا الحصاد موحد اذا الارض هتخلف هو يهرب لي بعد كده يروح فين؟ على الجسور والمصارف والجني والكلام الفارغ ده كله. وطبعا احنا بننسقهم مع مين؟ مع الجماعه بتوع الري والصرف على اساس يبقى معاد الحمل ايه؟ واحد. وبعدين يا اخوانا الفكره الاساسيه او الفكره العلميه في مكافحه القوارض تقليل العدد لان القوارض الوضع البيولوجي بتاعها عالي جدا جدا جدا. انت عندك فور في خلال ثلاث شهور او ثلاث شهور ونص نضج جنسي. واخد بالك عندك الولادات المره الواحده من سته مثلا لثمانيه وعمره قد ايه راس الضايع؟ في المره من اثنين من سنتين لثلاث سنين. يعني تلاقي في حد سنتين وربع في حد سنتين ونص في حد ثلاثه بتختلف برضه عنه. حسب الصف في فترة الحمل اخوانا بتتراوح من 18 يوم 21 يوم 21 يوم وبعد الولاده مباشره بتقبل الايه؟ حال انثى. فالنهارده الفكره الاساسيه او البحث اللي زلراني تجيل الايه؟ الاعداد. يعني السؤال برضه اللي بيطرح نفسه موجود في اي مكان. لو اجتمع ذكر وانثى ده خلصنا. لو اجتمع ذكر وانثى والاجواء حلوه في سبع يجيبوا قد ايه؟ 21 يوم يبقى حتى بس 7000 6 ها؟ 6 هيجيبوا 1000 فار او 1500 1000 يعني من 1000 ل 1500 لان طبعا هو ذكر وانس هيجيبوا لنا كام؟ من 6 ل 8 متولي هندسيه بقى يا استاذ ابراهيم متولي هندسيه ما هو السته برضه هيجيب متولي هندسيه. بصوا كده متولي هندسيه افتح بقى بس مش هم اللي هيخليك لوحدهم. جابوا لنا 6 و8 جابوا لنا 7 7 فيهم كام؟ هقول 4 ناس 3 ذكور. اعمل بقى دول بقى 3 شهور ايوه بعد 3 شهور. فقال لك العدد ممكن يخش ايه؟ جرب من الايه؟ من 2000 وكل سنه طيب ما كسبناش الله يخليك. كورونا يا اخوان.